اهلا بكم مع مهند من بن حمودة للسيارات 050-516-3525. اليوم زي ما انتم شايفين حصري فيديو جديد لل 84X GMC الكابنتين. 84X يمكن اول فيديو تشوفوه عن السيارة. نديكم شوية مواصفات كده عنها مبدئية لحد ما نبقى نشوف لها فيديو تاني طويل. يلا بينا. زي ما انتم شايفين على السيجنتشر تبع الاضاءة الامامية هو LED كامل، شبك عريض، شعار الـ 84X، شعار الـ GMC العريق. هو لونه شوية دخاني طبعا. السيارة اللي قدامنا لونها أبيض. عندك هنا الكشافات الضبابية LED، الهوكات الحمر، فتحات. ده شكل السيارة بره بالكامل. رنجات باللون الاسود. التايرز قياس 275 على 65 على 18. تمام. هذه الجنبينات والسسبنشن. مالتي ماتك بيستخدم في الراليات. الماكينة طبعا 6.2 10 غيار 420 حصان. السيارة نازلة بدواسة، دواسة متحركة زي ما انتم شايفين. تفتح وتقفل مع الأبواب وليها ضغطة هنا. ترجع ورا شوية لو حابب تطلع على الدواسة توصل أكتر بسهولة للصندوق الخلفي. زي ما انتم شايفين السيارة دوستها رجعت لورا شوية. تعالوا نجرب مرة كمان. حلوة الحركة دي. شوف هنا الديزاين ما شاء الله شكله جميل. شعار الـ 84X ستيتشنج، هنا تخشيب باللون الأسود، ستيتشنج أحمر، سماعات بوز. حجم السماعة ما شاء الله كبير شكلا، وعليه بيانو بلاك اللامع. داخل جلد اسود مع الخياطه الاحمر بالفريم تبعه اللون الابيض. طبعا حركات السيت، تبريد وتسخين اكيد. الجير الارضي، فتحه. تعال نشوف شويه من ورا، بعدين ندخل من الداخل نشوف الشكل عند السائق. هنا الكاميرتين الخلفيتين. اوكي، قطعة واحدة طبعا. نفتح هنا تمسند او تفتحها بالكامل. حوض اوريدي مرشوش بالزبرت حماية. حساسات الخلفية ظاهرة هنا، واكيد طبعا الاكزوزين ظاهرين او موجودين وشغالين طبعا. دول اكزوست. دواسة متحركة، سماعات البوز هنا مكانها موجود. الفلور مات الرابر، المكيف الخلفي، البيانو بلاك، تسخين الكراسي الخلفية. عندك هنا التخزين، السيت بيتقلب طبعا عشان يدينا الصندوق تحت السيت. استهلاك البترول هنا ناحية السائق. ذاكرة الكرسي السائق وضعين. اوكي، اوف رود طبعا مود. السيارة لسه واصلة حالا. ده شكل السكان او الستيرنج. لكم المفتاح، ده شكل المفتاح كمان. هنشغلها هنا الستارت انجن في مكان جديد، شكله حلو فعلا. طبعا رسالة ترحيبية بتظهر هنا. الشاشة ما شاء الله زي ما انتم شايفين.
مناطق احنا شفناها قبل كده. مكيف الجير الارضي 10 غيار، تحكم في الجلس، شحن سلك التليفون، السدة كمان. ايوه، في هنا كاميرا بتظهر في المراية. احنا عندنا هنا 5 كاميرات 3D. ده العداد، نقدر نغير الشكل طبعا احنا عارفين. شايفين، تختار اللي انت عايز تغيره. ممتاز، ده شكل البوش ستارت، ده شكل الجير مرة تانية. يلا، ده فيديو كده سريع. هنا في عندنا حاجة كمان انا شفتها، الهيدز اب ديسبلاي هيظهر هنا في العداد الامامي. تعالوا نجرب نشغل، هيظهر معانا ولا لا؟ شايفها على التليفون. ايوه، انا كمان بظهر لكم اللي اتعرض على الشاشه اهو. تختار الرادار الامامي، السرعه، الكامبس، يعني هيبين بالليل اكتر طبعا. تمام، تقدر تتحكم فيها، تطلعها فوق او تنزلها تحت لو حبيت. تمام، وده كان الشكل الجديد من ال 84X من الجي ام سي. تمام، الدواسة مفتوحة طبعا، قفلت. يعني عجبني حركة الدواسة اللي بتتحرك للخلف عشان تديلك مجال تطلع على الصندوق الخلفي. قفلت مرة تانية، وده شكل المفتاح مرة تانية. ادونا تعليقاتكم وقولوا لنا ايه رأيكم في الجي ام سي والـ 84X الشكل الجديد. وأهلا بكم.